جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول أم تسنيم تسأل فضيلتكم جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: لي قريبة تدرس في إحدى الكليات وفوجئنا بأستاذ يسألهن هل هناك حق عذاب في القبر، وهل يوجد دليل في القرآن على عذاب القبر، وحصلت مناقشة شديدة بين الطرفين وكل منهم يؤيد رأيه، وطلب من الطالبات إحضار دليل من القرآن على عذاب القبر، فما هو الرد على ذلكم الأستاذ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ عذاب القبر نسأل الله العافية ثابت في الكتاب والسنة، تواترت الأدلة في ثبوت عذاب القبر، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما ينكر عذاب القبر المعتزلة، وهم فرقة ضالة لا عبرة بقولها. والأدلة من الكتاب والسنة على عذاب القبر كثيرة، منها الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة عليها، ومنها قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا في عذاب القبر لأنهم أموات، لقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن لهم عذابين: عذاب في الدنيا وهو عذاب القبر، وعذاب عند قيام الساعة الآخرة. كذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، جاء في تفسير الآية أن المراد بذلك عذاب القبر. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة بالله من أربع في آخر التشهد الأخير، قال: استعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هي أدلة كثيرة في عذاب القبر. نعم.